استمراراً لما يبذله حزب حماة الوطن من جهود لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، أقامت أمانة الفلاحين النوعية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية مؤتمراً جماهيرياً لإعلان دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي. العالم منتظر ماذا سنقدم في الاستحقاق الرئاسي. العالم ينتظر هل لهذه الأمة رمز سوف تقفون من خلفه؟ لازم ننزل يوم 10 و11 و12 وإحنا مرفوعين الرأس، رايحين عرس انتخابي ننتخب رئيس الدولة وننتخب رئيس جمهورية مصر العربية، عشان الناس كلها منتظرة ذلك. الشعب متفاعل معانا وبدأ إن هو يفهم فعلا قيادته السياسية، ويعرف إن علينا دور كبير، إن إحنا لازم ننزل ونشارك ونقف جنب قيادتنا السياسية عشان نكمل مسيرة الإصلاح اللي بدأها السيد الرئيس. بحضور عدد من قيادات الحزب والعمدة بهاء سليم أمين الفلاحين المركزي بحزب حماة الوطن، وحضور لافت للفلاحين من كافة محافظات الجمهورية من الأمانات المركزية ومساعديهم، وجه الجميع رسالتهم لجموع الشعب للاحتشاد طوال أيام التصويت في مشهد يبعث رسالة مفادها أن مصر ماضية في تحقيق إنجازات التنمية.